بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لزميلي عبد الله حسين من السيد التحليلي، والشكر موصول لضيوفه الكرام كباتن الزمن الجميل كابتننا الكبير عباس طه والكابتن خالد حسين. اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم بكل خير من صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح طيب الله ثراه. محمد يوسف مدو يحييكم من عبر تلفزيون دولة الكويت، قناة رياضية والتي تنقل لكم مباريات الدوري الممتاز لكرة اليد لموسم 2022-2023 في أسبوعه الرابع. وهذا اللقاء الذي يجمع بين ناديين، القادسية ونادي بورقان. حكام لقاء اليوم: الحكم القاري، حكامنا القاريين حمد فيصل الفرج ومحمد قاسم دشتي. على الطاولة ميقاتو مسجل، عبد الله الصبر ومحمد الميرزا. مراقب فني لهذا اللقاء حكمنا الدولي السابق فوزي ابراهيم. نعم، ومراقب اداري لهذا اللقاء جاسم سويلم حكمنا الدولي. لقاء اليوم من العيار الثقيل، لقاء ناري، لقاء يحمل كل معاني المنافسة والشراسة لما يحمل الفريقين من أسماء كبيرة محلية ومحترفين. طبعا اليوم القادسية يغيب عنه نجمه الكبير ولاعب الخبرة صالح الجيماز. نقول له سلامات يا أبو عبد الله، وما تشوف الشر يا صالح الجيماز، تعرض لكسر بإصبعه السبابة والوسطى بإيده اليمين في مباراة فيحيل اللي طافت السابقة. ونقول له سلامات يا أبو عبد الله، وتعود أحسن من أول يا صالح الجيماز. وهذا أمامك حكمنا القاري محمد قاسم دشتي، وتركيز. وهذا تاكودا الياباني المحترف في صفوف القادسية، وهذه ابتسامة رائعة من الأسمر الجميل حامد فيصل الفرج. وهذا مبارك الخالدي لاعبين، وهذا الحارس القادم إن شاء الله بقوة صلبوخ فهد صلبوخ، والحارس محمد بويابس. فريقين يملكون نجوم وأسماء كبيرة راح تستمتعون فيها مشاهدينا. أعزائي المشاهدين، الإرسال بسم الله الرحمن الرحيم مع القادسية. نبدأ لقاء اليوم، ارسال مع القادسية. مبارك الخالدي، هذا التونسي خالد الحاج، خالد الحاج يوسف. عبد العزيز سالمين، تاكودا الياباني. برقان لاعب دفاع متقدم 3-3 من بداية اللقاء. نزول على الدائرة، هذا عزيز سالمين، تروح منه الكرة
سريعه حسين الكندري المحمود عبد الله عبد الله والكندري والدخول والقائم يا الكندري اول تصويبه على المرمى من حسين الكندري بالقائم هذا حسين الكندري هذا حسين الكندري وعبد العزيز سالمين يتحدث مع حكم اللقاء وهذا حوار بين حكم اللقاء الظاهر انه قاعد يكلم على الكره قاعد يكلم على الكره ونعود للقاء تاكودا الياباني ولحد والبرقان لحد الان يلعب دفاع متقدم 3-3 عزيز سالمين محاولة الدخول تاكودا الياباني وحسين وهدف وايقاف الوقت دقيقتين يا حسين تحويط 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 صحيح 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 يا حكم اللقاء حامد فيصل الفرج ومحمد قاسم شوف حلوه الفرصه شوف تاكودا لا سحبتها من الخلف اعطوك فرصه سجل تاكودا والعوده للعقوبه حلوين صاحين حكام اللقاء من اول دقائق هذا اللي نبي هذا اللي نبي يا حكامنا يا حمد فيصل الفرج ومحمد قاسم ويتقدم القادسيه بهدف يتقدم القادسيه الان بهدف قران مع برقان محمد علي محمد علي الموسوي حسين هاني الموسوي فواز الشمري الى محمد علي فواز حسين الموسوي محمد علي للجناح العريان العريان يعود يهدي نيفين البوسني نيفين الى فواز يوسف محاولة دخول تصويب دفاع قوي من القادسية عكسية وإيقاف للوقت عكسية وفي إيقاف للوقت من حكم اللقاء حمد فيصل في تشاور مع زميله محمد قاسم في تشاور في تشاور بين الحكام انه يقول انه فيها خطأ خطأ في خطأ في خطأ في خطأ لي وهدف هدف هدف سجله برقان هدف يسجله برقان راح نشوفه عزيز المشاهد ما راح يطوفك شيء هذا هدف فواز شوف من مباغته من خلف خالد الحاج صعبه على فهد صلبوخ صعبه 1-1 قاعد يصير الان خالد الحاج تاكودا الياباني خالد الحاج الى تاكودا نازي 2 على الدائرة 4-2 القادسية خالد الحاج ويسجل خالد الحاج يسجل للقادسية يسجل خالد الحاج شوف هذا خالد الحاج هذا اللي عمله المدير الفني الصربي بوزو روديتش قال له منزل 2 على الدائرة بتقول لي ليش عزيز المشاهد لأن برقان قاعد يلعب دفاع 3-3 فأنت لما تنزل 2 دائرة راح يجبر دفاع برقان للرجوع إلى الخلف 2 القادسية 1 برقان كرة الآن مع برقان حسين الموسوي نزول 2 على الدائرة محمد علي لحسين وإعاقة وخطأ إعاقة وخطأ على عبد الله العطية لصالح برقان هذا عبد الله عيسى المحمود لاعب الجناح محمد علي ودفاع قوي من تاكودا دفاع قوي من تاكودا كرة مع برقان دفاع قوي القادسية لحد الآن محمد علي والتصويب وهدف هدف 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 يسجله محمد علي على طريق بالباند شوف مع وجود اعاقه صوفها باند باند على طريقه الباند ترتطم بالارض تذهب الى داخل المرمى 2-2 اعزائي المشاهدين 4-4 القادسيه وبرقان متعادلين حبايب كره مع القادسيه الان خالد الحاج نزول سعود الجريد على الدائرة 4-2 خالد الحاج عزيز سالمين والتصويب البلوك يتغير اتجاهه بمرمى محمد بويابس هذا عزيز سالمين هذا عزيز سالمين سنتر سريع لبرقان وإعاقة من مبارك هذا هدف سالمين شوف التصويبه ترتطم بالبلوك يتغير اتجاهه بمرمى محمد بويابس القادسية يتقدم بهدف الآن 3 القادسية 2 برقان كرة الآن مع نيفين برقان محمد علي فواز شمري عبد الله عيسى
فواز محمد علي هذا عفوا العريان والتصويب وصلبوخ يتصدى. صلبوخ يتصدى بحضور الجماهير الغدساوية بحضور الرابطة الغدساوية. هذا تكودة سريعة سالمين ورمية سبع أمتار، رمية سبع أمتار. وهذا واضح حكم محمد قاسم ينبه. شوف خلينا نشوف. لا يا العريان فيها إعاقة على جسم سالمين وهو مواجه للمرمى. قرار سبع أمتار من الحكم محمد قاسم دشتي. خالد الحاج راح يصوبها التونسي. خالد الحاج ولا ابو يابس؟ اوه يا خالد الحاج بالخبره بالعقل يا خالد الحاج يوسف. وين وين وين؟ فوق الرؤوس، فوق الرؤوس. وهذا المدير الفني الصربي بوزو روديتش لنادي القادسيه. وهذا الان برقان القادسيه يتقدم بهدفين، أربعة القادسيه اثنين برقان. ست دقائق عزيز المشاهد عدت ولا كأنها عدت، وراح تشوف الكثير من التشويق والإثارة بهذا اللقاء المتكافئ. محمد علي وخطأ لمحمد علي. بتقول لي ليش ما أعطاه فرصة عزيز المشاهد؟ راح أقول لك ليش. محمد علي خذ خطوات، خطوتين إعاقة، وصل لأربع خطوات ترجع للفاول. محمد علي وهدف، هدف هدف. حلو الفرص من حكام اللقاء، حلو الفرص من حكام اللقاء. ليه حدران؟ شوف الإعاقة على محمد علي، عطى فرصة راحت هدف، خلاص أمشيها. لو ما لو مو داش هذه راح يعود للخطأ. بس حلوين حكام لقاء لحد الآن. فرص، أنا قاعد أتكلم من ناحية الفرص، أنا مو مغيب للحكام، أنا قاعد أتكلم عن الفرص اللي أتوها الحكام اللقاء. عزيزي المشاهد وجهة نظر أقولها عزيزي المشاهد، أنا لست مغيب، أنا معلق لهذا اللقاء. تعود القادسية، تمرير الدائرة عطية في لمس الخط على العطية، فرصة لبرقان، هل يسجل التعادل؟ حسين الكندري يهدي، حسين الكندري يهدي، يهدي برقان. الفارق هدف للقادسية، كرة مع برقان الآن، نزول فواز الشمري اللي يطلع بالدفاع وينزل بالهجوم، لاعب للبلاي ميكر، فواز الشمري، نيفن البوسني، برقان، تمريرات، محمد علي. هذا نيفن، محمد علي، محاولة الدخول، دفاع من تاكودا، القادسية، فارق هدف، هل يسجل التعادل؟ العريان، برقان، إلى محمد علي، والدخول، ومحمد علي، محمد علي ثالث أهدافه، وهدف التعادل الرابع لبرقان، ثالث أهدافه الشخصية، محمد علي، وتعادل 4-4 سريع للقادسية، العطية، محاولة الدخول التصويب، وخطأ لعبد الله العطية. هذا هدف العريان، شوف من الاختراق بالزاوية البعيدة بمرمى القادسية. هذا محمد بويابس حارسنا الدولي، حارس نادي برقان. تعود للقادسية 4-4، عاد برقان بعد ما كان متأخر بهدفين، عاد للنتيجة للتعادل. عبد الله العطية، توكودا الياباني للعطية، ما في شيء، سريعة حسين الموسوي، علقها حسين الموسوي، علقها بالشبك. شوف 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 الموسوي، اوب بالتسعين، علقها بالتسعين، تعلقت الكرة. حسين هاني الموسوي، حسين هاني الموسوي، ويتقدم برقان، يتقدم برقان. مباراة حلوة والله، أنا مستمتع أعزائي المشاهدين. الحاج والبو يابس بالتصدي، تعود لبرقان، تعود لبرقان بتألق محمد بو يابس. هذا محمد بو يابس الحارس المتميز وحارسنا الدولي، حارس منتخبنا. برقان يتقدم بهدف، تسع دقائق أعزائي المشاهدين. هل يوسع الفارق؟ كان القادسية متقدم بهدفين، عاد برقان وتقدم الآن بهدف. الكرة الآن مع برقان لتوسيع الفارق. محمد العريان، حاول الدخول، تمرير الدائرة، المحمود عبد الله عيسى، عبد الله عيسى، شوف الاستلام، الدوران والتصويب،
وهدف هدف وتكودة، لكن بويابس بويابس بويابس، شوف 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 شوف، هذا اختراق تكودة، ولكن محمد بويابس بالموعد، محمد بويابس بالموعد. برقان يعود للقاء من بوابة التألق محمد بويابس. الآن برقان، محمد العريان، محمد العريان محاولة الدخول، نيفل البوسني ولكن يتصدى فهد، صلبوخ يتصدى، هناك يتصدى بويابس، هنا صلبوخ تعود سريع للغاتسية، عزيز سالمين للجناح، أوه سعود الجريد، سعود الجريد، هذا سعود الجريد ما شفناك يا سعود، لكن أول ما بان بان بهدف سعود الجريد، يسجل وفارق هدف، فارق هدف الآن 11 دقيقة، برقان 6 القادسية 5، والله الجماهير القدساوية حاضرة حاضرة. هذا فواز، حسين فواز إلى نيفن، إلى فواز، إلى حسين، يا يا صلبوخ يا صلبوخ يا صلبوخ، وجماهير القدساوية مشعلة مشعلة للصالة، وجريد مرمى، وهذه الجماهير القدساوية سريعة، ويسجل جراح العنيزي، جراح العنيزي، هذا جراح العنيزي بالكرة السريعة، كرة سريعة، شوف هذا جراح العنيزي، جراح خير الله العنيزي، لاعب نادي برقان ولاعب نادي السالمية السابق، جراح العنيزي هو أساسا كان لاعب نادي صليبيخات وانتقل إلى عديد من الأندية منها برقان والسالمية، والآن هو مع القرين عفوا. وهدف خالد الحاج، هدف خالد الحاج، الهدف السادس، والجماهير القدساوية حاضرة وتؤازر سريعة، العريان وهدف، هدف مو معطيني مجال، مباراة سريعة، مباراة ممتعة، هذا العريان هدف من الجناح، هذا هدف خالد الحاج، هذا هدف خالد الحاج، ويعود الفارق إلى هدفين الآن، يعود الفارق إلى هدفين، 8 برقان 6 القادسية، داشين على الدقيقة 13. أعزائي المشاهدين مباراة رائعة، مباراة ممتعة، راح نشوف منها المزيد، خليك قريب ولا تباعد، تونا في بداية اليوم. وهذا جريد والدخول وهدف، الله الله على المزاج يا سعود يا ولد جريد، شوف لوب باللوب، يسجلها باللوب سعود لجريد، هذه بالعقل بالعقل سجلها سعود، الفارق هدف، مفرح، اوه يا حسين الكندري، يا حسين الكندري قاعد يعطونا الفريقين فنون، شوف التمرير الرائع من محمد مفرح وحسين الكندري، سجل خالد الحاج ورمية 7 امتار بعد اعاقة خالد الحاج يوسف، شوف هذا، شوف خالد الحاج يوسف واجه المرمى، سحب في اعاقة اثناء التصويب، رمية 7 امتار على حسين الكندري لخالد الحاج، هل يقلص الفارق التونسي خالد الحاج ولا ابو يابس؟ يسجل خالد الحاج، يسجل خالد الحاج يوسف، هذا ابو ياسو ابو يابس، وابتسامه رائعه وجميله، عسى دوم يا محمد ابو يابس، والفارق هدف، وهذا التونسي خالد الحاج، هذه القادسيه مسجل 4 اهداف لحد الان، خالد الحاج
فارق هدف الآن. نيفين برقان فارق هدف العريان. الدخول يا العريان يا العريان، في مشكلة في الدفاع القادسية. العريان يسجل ويتقدم، خالد الحات سريعة ويتصدى محمد بويابس، يتصدى محمد بويابس والفارق هدفين. سلامات يا حسين، هذه كرة خالد الحاج ويتصدى بويابس. خلينا نشوف هذا هدف العريان، شوف دخول واختراق لاعب جناح العريان، يعني شوف جاي من الجناح ويا على التسعة واخترق وصل للسبعة للستة وسجل. معناته في مشكلة في الدفاع القادسية، معناته في مشكلة في الدفاع القادسية. حسين الكندري نزول اثنين على الدائرة، نيفن العريان محمد، وأربع خطوات على العريان تعود للقادسية سريعة. خالد الحاج إلى الخالدي، لا عزيز سالمين وخارج، خارج المرمى، خارج خارج خارج، إشارة واضحة، رميت مرمى عشوائية وسرعة واستعجال من القادسية غير مبررين. ونيفين دفاع قوي من العطية، وعبد الله المحمود تصويب فواز، وخطأ خطأ على القادسية. يعني عزيزي المشاهد بتقول لي شو اللي قاعد يحصل؟ هو في خطأ صح؟ صح خطأ حق نيفين. عفوا، شوف صح خذاه المحمود، ليش ما تكمل؟ يعني حكام اللقاء اعطاك فرصه، يعني ماني عارف انا، يعني انت يا لاعب ايا كان من اي فريق العب مع الصافره، مو انت تبي تكون انت اللاعب وانت الحكم. صح لك خطا يا نيفن، بس راحت الكره فرصه للمحمود عبد الله، كمل فواز وهدف هدف 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 يسجله فواز الشمري، ويتقدم برقان بفارق ثلاث اهداف سريع على القادسية. الحاج ويهدي القادسية، يعني رسالة لإخواني اللاعبين، يعني احنا نلعب على الصافرة، يعني الصافرة عند حكم اللقاء، يعني ما يصير انت بتكون انت اللاعب وانت الحكم في نفس الوقت، خلي الصافرة عند الحكم وانت خليك في مهامك بالملعب. يعني نفس الحالة اللي مساعد اعطاك فرصة كمل. القادسية تنقطع، تعود برقان، حسين الكندري سريعة وطويلة على نيفن، طويلة على نيفن، طويلة على برقان، وإيقاف للوقت، وقت مستقطع في وقته يا بوزو، في وقته يا بوزو، مع أنك أنا من وجهة نظري أنك تأخرت فيه شوي، ولكن في وقته. قاعد لاحظ العشوائية والاستعجال في التمرير في إنهاء الهجمة. هذا بوزو مدير الفني لنادي القادسية اللي طلب الوقت المستقطع، وطبعا يساعده التونسي شوقي العابد مدرب حراس المرمى، حارسنا الدولي السابق سلمان المزعل، وطارق ابو مدير اللعبه، واسلام عز الدين اخصائي علاج طبيعي. ومن جهه اخرى برقان امامك مدير الفني الجزائري غني عن التعريف سعيد حجازي، ويساعده خالد ملحم، ابو ملحم زميلنا واخونا محللنا ومساعد مدرب نادي برقان، واداري مشرف الفريق عبد الله اليوسفي، ومحمد امين اخصائي العلاج الطبيعي. هذا الجماهير القدساويه اللي تزحف ورا فريقها، كبار صغار شيب وشباب، كلهم وراء الاصفر القدساوي، لهم محبين كثار القادسية في الكويت. القادسية فريق جماهيري، متى ما عاد تعود جماهيره وهي ملح الرياضة، الجماهير الرياضية. نتمنى حضور بأكثر كثافة إن شاء الله عشان نستمتع ويستمتع اللاعبين ويعطونكم أداء رائع. والقادسية خالد الحاج، عزيز سالمين، تعود لعزيز، اوه يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا رايق يا عزيز يا رايق، ليش زعلان؟ خذيت الفرصه، شوف اوه يا عزيز يا عزيز يا سالمين، هدف رائع. عزيز انت مشحون من اول دقيقه على الكره، هدي يا عزيز، انت لاعب مميز ولاعب عندك الكثير، واحنا نستمتع بادائك، لازم تكون رايق وريلاكس عشان تقدر تعطي يا عزيز، ركز باللعب يا عزيز.
تعود لبرقان، الفارق هدفين، نيفن، فواز شمري، اوه يا صلبوخ يا صلبوخ، دشت بطريقه غريبه، طقت بجسمه ولفت. شوف 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 هذه كره فواز، شوف دورها دورها دورها، ما عليه، دورها بالهدف بالهدف يا فهد صلبوخ، ما عليه ما عليه يا صلبوخ. وهذا الياباني توكودا، توكودا رمية جانبية للغاتسية تنفذ، والفارق 3 أهداف، 19 دقيقة عزيزي المشاهد، باقي 11 دقيقة على نهاية زمن الشوط الأول، الفارق 3 أهداف لبرقان، قادسية عزيز سالمين، ودخول وسريع عزيز وجراح للمحمود، ويتصدى يتصدى فهد صلبوخ، يتصدى فهد صلبوخ هذا الأسمر، وتعود للقادسية، وخطأ في لمس للخط على العريان، هذا حسن المهدي، نزول حسن المهدي، والفارق لحد الآن 3 أهداف، والقادسية ما زال ومستمر بأخطاء الفنية. عزيز سالمين، الحاج إلى مبارك الخالدي، إلى خالد الحاج، محاولة الدخول للخالدي، مبارك، وخارج المرمى يا مبارك، خارج المرمى يا الخالدي، ويهدي أبو يابس، وهذا سعيد حجازي، ويهدي برقان، نزول عبد الله الحجرف، باك يمين عبد الله الحجرف، هذا عبد الله، نزول متعب المطيري بالجناح، تدوير بصفوف نادي برقان، فواز شمري، تمريره خاطئه يا فواز، تعود للقادسيه، والفارق لحد الان 3 أهداف، تقريبا صار لنا 4 دقائق، الفريقين صايمين عن التهديف، والتاكودا، تاكودا رد علي، تاكودا قال لا انا موجود وانا اسجل وانهي الصيام بهدفي، هذا تاكودا الياباني سجل الهدف العاشر ويقلص الفارق الى 2. برقان، هذا برقان، فواز شمري، عبد الله الحجرف، متعب المطيري، هذا متعب، فواز حاول الدخول وخطأ دفاع قوي من تاكودا على فواز الشمري، هذا فواز حاول الدخول، محمد علي، دفاع قوي من الياباني، محمد مفرح، والتصويب وخارج المرمى، خارج المرمى من محمد مفرح، هذا بوزو الصربي، تاكودا عندك الحالية، تاكودا عندك الياباني، سريع سريع سريع، لاعب سريع، شوف هذا تاكودا يجد الثغرة وينطلق ويسجل ويقلص الفارق إلى 2. تاكودا فارق هدف لبرقان، يعود من بعيد القادسية، نزول جراح العنزي مركز الباك، هذا جراح العنزي، نزول 2 على الدائرة، فواز الحجرف، عبد الله، فواز الشمري، برقان مولاق الحلول، الحجرف للجناح، متعب ويسجل، متعب المطيري يسجل، متعب من الجناح يسجل، ويعود الفارق الآن إلى 2 بعد ما خلص القادسية الفارق إلى 1، هذا متعب المطيري يسجل من أسفل أقدام الحارس فهد صلبوخ، نزول محمد اليحيوح، وهذا شاري العتيبي بالجناح، والتدوير من المدربين محمد اليحيوح، خالد الحاج، القادسية 23 دقيقة عزيزي المشاهد، والفارق 2 لبرقان، 2 على الدائرة اليحيوح، تاكودا دفاع قوي من محمد علي، دفاع قوي من محمد علي، وإشارة الحكم واضحة واحدة، تاكودا راح يصوب، راح يصوب بالبلوك ورمية زاوية، باقي واحدة يعني بس عندهم تمريرة، يمرر للرمية الجانبية ولازم يصوب، تاكودا لازم يصوب لازم، اوه حلوة يا تاكودا،
والأحلى من أبو يابس، والحلو ما يكمل، والحلو ما يكمل يتكودة. شوف والله حلوة، لكن أبو يابس، أبو يابس الأحلى في هذه اللقطة، في حلو وفي أحلى. حلو يتكودة باللي سويته، ولكن أنت الأحلى يا أبو يابس بالتصدي الرائع. حلوة يا محمد أبو يابس، والفارق هدفين، 13 برقان 11 القادسية. كرة مع برقان، جراح لعنزي، نزول متعب اثنين على الدائرة، الحجرف إلى فواز، والتصويبة، هذه التصويبة من على الثبات، ويسجل فواز الشمري الهدف 14، يوسع الفارق 3 أهداف. سريعة للقادسية، تمريرة يقطعها، لكن هناك خطأ للقادسية لتكودة، خطأ للقادسية. هذا هدف فواز، شوف من الثبات، من بين من أسفل جسم خالد الحاج، تكون صعبة على حراس المرمى لأنه ما تنشاف هذه، يعني اللاعب يخش نفسه بس يطلع إيده برا جسم اللاعب ويسوبها. هذه لمزيد، تاكودا اليحيوح، محاولة الدخول، تمرير للجناح، مشاري العتيبي، قادسية دفاع قوي من برقان، وإشارة اللعب السلبي، صفر الآن، صفر. خالد الحاج تمريرة، وخطأ لخالد الحاج، خطأ للقادسية، خطأ للقادسية. هذا إشارة الحكم حمد الفرج، أشار له، باقي لك أربع، هذه واحدة. اليحيوح، اليحيوح، والتصويب، وأبو يابس، أبو يابس بالتصدي، وتعود لبرقان، يتألق محمد أبو يابس ويتعملق هذا الحارس الكبير محمد أبو يابس، ويظل الفارق على ما هو عليه 3 أهداف. القادسية عاد إلى فارق هدف، وكان عنده فرصة مع الكرة أنه يسجل التعادل، ولكن انقطعت من برقان، وعاد تدريجيا برقان، والآن الفارق 3 أهداف، وفرصة لبرقان أن يوسع الفارق إلى 4 أهداف. هذا راح نشوفه. فواز والقائم، يحرم فواز، وتعد سريع على القادسية، شاري العتيبي، اليحيوح إلى مبارك الخالدي، يا أبو يابس، يا أبو يابس، والله يابس يا ابو يابس، اضحك، ابتسم، افرح، انت النجم في هذا الشوط الاول. هذا ابو يابس، لا يابس، يابس بالمرمى، ثقيل 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 هذا الولد، ثقيل في المرمى، ثقيل، افرح وصارخ، سوي اللي تبي. حلوه يا ابو يابس، من حقك والله، والله من حقك، من حقك انت، يعني من حقك بالكويتي، من حقك باللغه العربيه، كل شيء، انت النجم يا ابو يابس. تعود لبرقان، متعب، محاولة الدخول، وخطأ لمتعب المطيري، خطأ لمتعب، خطأ لبرقان، الفارق 3 أهداف. محمد علي، محمد علي، متعب، والتصويب، دفاع قوي من مبارك الخالدي، دفاع قوي من مبارك الخالدي، وإشارة من حكم اللقاء، وإيقاف الوقت. محمد قاسم دشتي، إيقاف الوقت، استأنف اللقاء. فواز إلى الحجرف، والتصويب، والقائم، تعود لي حسين الموسوي، حسين هاني الموسوي، هذا حسين هاني، خلينا نشوفه، شوف هاي تصويب الحجرف، القائم ياخذها حسين الموسوي، ومن فوق الرؤوس، من فوق الرؤوس يا حسين، يا هاني، يا ولد الموسوي، انت حسين ولدي هاني الموسوي. حلوة يا حسين، طبعا يعني للمفارقه، هو طبعا اخ لنجم نادي الكويت ومنتخبنا الوطني حسين الموسوي، عفوا. وهدف للقادسيه، هو حسين، هدف اليحيوح، هدف اليحيوح لنجم منتخبنا، عفوا، صالح الموسوي، والنجم صالح الموسوي. القادسيه يسجل عن طريق اليحيوح، وآخر دقيقتين، وشكله سعيد حجازي بياخذ التايم، قاعد يأشر لهم، قاعد يقول له فواز، الظاهر في بينهم إشارة، وخطأ، ووقت مستقطع، وهذا طبعا حكمنا الدولي السابق فوز إبراهيم، وبجانبه عبد الله الصبر، ميقاتي هذا اللقاء، وقت مستقطع يطلبه
المدرب سعيد حجازي الجزائري مدير فني نادي برقان. في آخر دقيقتين هو متقدم بفارق 3 أهداف، يبي يوسع الفارق، يعرف أن القادسية ممكن يعود. القادسية عنده المواد وعنده اللاعبين اللي يستطيعون أن يعودون إلى اللقاء، عنده بنش قوي، عنده لاعبين محترفين مميزين، فكثر ما حافظ على الفارق راح يتم بأريحية. وهذا بوزو الصربي، بوزو روديتش مدير فني نادي القادسية، حكام اللقاء حامد فيصل الفرج ومحمد قاسم دشتي حكام اللقاء اليوم. إدارة هادية، وهذا طبعا حكام الطاولة، ابتسامة رائعة من حكمنا جاسم سويلم، وبجانبه مسجل محمد الميرزة وميقاتي عبد الله الصبر. طبعا أعزائي المشاهدين، آخر دقيقتين من هذا اللقاء، ونستأنف اللقاء الآن. نيفن فواز شمري وخطأ، دفاع قوي وإشارة اللعب السلبي لبرقان. فواز شمري، محمد علي والتصويب، وتعود للقادسية، تعود للقادسية، ما في أي شيء يقول حكم اللقاء. تعود للقادسية، خالد الحاج، تكودة للجناح لمزين عبد الوهاب، عبد الوهاب لمزين، هذه تمرير للتكودة، عبد الوهاب لمزين يقلص الفارق إلى هدفين، يقلص الفارق إلى هدفين. 15 برقان 13 القادسية، قلص الفارق القادسية. كرة الآن مع برقان، وآخر دقيقة. نيفن، محمد علي، برقان تملي الدائرة، أوه. عطني التحرك من عبد الله المحمود، وعطني الأجمل والأجمل تمريرة محمد علي. شوف وين تحرك، الاستلام، الارتقاء، التسجيل، عبد الله المحمود يسجل. عبد الله عيسى المحمود، أمسي عليك أخوي وعزيزي عبد الله المحمود، أبوه وزميلي وصديقي، مسي عليك بالخير عيسى المحمود. وآخر نص دقيقة والفارق 3 أهداف، تاكودة، خالد الحاج والتصويب، ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار، وآخر 15 ثانية وإيقاف للوقت. هذا واجه المرمى، إعاقة، صح، رمية 7 أمتار من حكمنا محمد قاسم دشتي. وطبعا تبديل حارس المرمى ونزول الحارس علي الموسوي، علي الموسوي، خالد الحاج بالتصويب، ولا الموسوي، اوه يا علي يا علي، علي يا علي، علي حسن صالح الموسوي يتصدى فواز تصويب، وانتهى الشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم برقان. هذه الرمية 7 أمتار تصدى لها علي صالح، علي حسن صالح الموسوي، وينتهي الشوط الأول بتقدم برقان بفارق 3 أهداف 16-13. استراحة قصيرة أعزائي المشاهدين، ونعود بعدها نستكمل معكم مجريات الشوط الثاني، ونعود للاستديو التحليلي بقيادة المايسترو الملك عبد الله حسين وضيوف الكرام عباس طه وخالد حسين. لك المايك عزيزي عبد الله حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى، والشكر للاستديو التحليلي الكابتن عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن عباس طه والكابتن خالد حسين.
أعود معكم إن شاء الله لأكمل معكم مجريات الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الأول بتقدم برقان على الغادسية 16-13 بفارق 3 أهداف. بدأ الشوط الأول القادسية متقدم وعاد برقان وتقدم طوال مجريات الشوط حتى انتهى به الحال في نهاية الشوط بفارق 3 أهداف. برقان يلعب بمحترف واحد فقط وهو نيفين البوسني لظروف ما في لا طبعا لا نود التحدث عنها ولا احنا من جهة اختصاصنا نتكلم في نادي برقان. نعود للشوط الثاني كره مع برقان محمد علي هل يحافظ برقان هل راح نشوف نيفن فواز الشميري محمد علي حسين نزول 2 على الدائره حسين الموسوي فواز الشميري يا فواز يا فواز ويستهل اول اهداف الشوط الثاني فواز بمرمى الحارس البديل فهد كرم تعود القادسيه الحاج وما توصل لباغر ما توصل لباغر تمريره تنقطع من دفاع برقان هذا تمرير هذا هدف فواز الشمري شوف بالزاويه اليسار لفهد كرم الفارق 4 أهداف لبرقان والكره الان مع برقان هل يوسع الفارق برقان هذا اللي راح نشوفه الان حلوه لا حلوه هل يوسع الفارق برقان هذا اللي راح نشوفه الان محمد علي فواز الشمري لا 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 فواز الشمري تعود عليها الثبات هذه قاعد يسجل قاعد يسجل منها مره ومرتين وثلاث من على الثبات فواز الشمري لبرقان شوف 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 فواز بدون اي مقابله بدون اي مضايقه من دفاع القادسيه يسجل ويوسع الفارق الى 5 أهداف برقان مع بدايه الشوط الثاني عزيز سالمين دفاع قوي من محمد علي هذول طبعا اذكرك بحكام لقاء اليوم محمد قاسم اللي كان امامنا على الشاشه والحكم حمد فيصل عزيز سالمين توكودا خالد الحاج تصويبه وخطا خطا دفاع قوي من نيفن ايقاف للوقت مسح لارضيه الملعب هذا بوزو روديتش بوزو روديتش من خلف المساعد شوقي العابد مساعد المدرب التونسي تعود القادسية نزول سعود الجريد على الدائرة 2 تاكودا خالد الحاج والدخول وخالد الحاج يسجل يسجل خالد الحاج الهدف رقم 14 ويخلص الفارق إلى 4 أهداف برقان متقدم هذا أبو يابس متحسف متحسف أبو يابس تعود لبرقان الآن فواز محمد علي فواز نيفين البوسني برقان قادسية قاعد يلعب دفاع 6-0 متقدم نزول 2 على الدائرة حسين الموسوي فواز الشمري وهناك ايقاف ودقيقتين على باقر في شد للفنيلة اشارة واضحة من الحكم يقول له انت قاعد تل الظاهر انه نبهها مرة ومرتين خلينا نشوف باقر شوف حسين هاني شوف هني ساحب فنيلته شوف ليموته شوف لا 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 يا باقر لا يا باقر دقيقتين ساحب فنيلته من البداية لين طافك ورفعت فنيلته يا باقر سحب دقيقتين على باقر اخريبط فواز الشمري نيفن العريان الى نيفن قادسية ناقص بالدفاع هل يستقل النقص العددي محمد علي واستعجل وسريعة فهد كرم سريعة سعود جريد يا سعود يا سعود يا سعود لجريد
هذا الهدف يسدد من الفاست بريك سعود الجريد. هذا هدف سعود، هدف رغم تغليص الفارق، رغم النقص العددي، رغم النقص العددي القادسية يقطعها ويسجل. فواز لحسين المساوي، وحسين يسجل، حسين المساوي يسجل، لاعب مميز من الجناح حسين المساوي، يعني اليوم أداء مميز. مشو مشو لاعب قاعد يسجل. هذه التمريرة اللي كانت من محمد علي تعود للقادسية، والقادسية يلعب امتي جول من غير حارس مرمى بسبب النقص العددي، تبي الاستبعاد دقيقتين لباغر خريبط يلعب بسبع مهاجمين من غير حارس مرمى، يعني إذا انقطعت المرمى فاضي. خالد الحاج، عزيز سالمين إلى تاكودا، عزيز سالمين الدخول وخطأ للقادسية، خطأ للقادسية، عطية، عزيز سالمين، تاكودا والتصويب والقائم تعود لسعود جريد، وسعود جريد. وعندك السعد لجمهور القادسية يا سعود، وعندك يكون السعد لجماهير القادسية يا سعود الجريد، ويسجل الهدف رقم 16 ويغلص الفارق إلى 3 أهداف. والعريان وخارج المرمى، خارج المرمى يا العريان. 5 دقائق والقادسية عاد، ويا برقان قل الرتم، وصل إلى 5 أهداف الآن، الفارق 3 أهداف والكرة مع القادسية، يعني عنده فرصة أنه يخلص الفارق إلى 2، والكرة مع القادسية الآن. خالد الحاج، سالمين، نزول سعود جريد، 2 على الدائرة، وتاكودا الياباني، تاكودا الياباني، حتى الياباني قام يأشر. شوف شوف يا شوف 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 الكمبيوتر الياباني، تاكودا تاكودا، ويقلص القادسية الفارق، وتستعل المدرجات وجماهير القادسية، ويقافل الوقت. شو اللي صاير هناك؟ انذار على خالد ملحم، انذار على خالد ملحم بسبب الاحتجاج، احتجاج، انذار، وابتسامة حلوة بين خالد ملحم والمراقب الإداري لهذا اللقاء حكمنا الدولي جاسم سويلم، بعد ما أعطي يدري خالد ملحم ما بينهم. وخطأ، خطأ، خطأ، راح أقول لك ليش خطأ، راح أقول لك ليش خطأ. وفي لأن بعد الصافرة سلم، استلم الكرة من يد الرامي، لازم تطلع من يدك بالتنفيذ، بعد الصافرة ما في تعديل وضع، يعني الكرة كانت بيد اللاعب خذاها من يده الزميلة، ما يصير، لازم تطلعها من يدك ويستلمها زميلك. إذا حطينا العادرة أوضحها لك عزيزي المشاهد. وخطأ القادسية، وفرصة رائعة، وعبد الله العطية، عبد الله العطية يسجل، والقادسية يعود، وسريع علي برقان، نيفن للجناح محمد مفرح، ويهدي برقان، والفارق هدف، وعاد القادسية، واستعلت المدرجات، واستعلت مدرجات صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه، استعلت بجمهور القادسية. القادسية كان متأخر ب5، عاد الآن بهدف. العريان، برقان، نيفن، فواز الشمري، وبرقان دفاع قوي من عبد الله عطية، وبرقان عاجز هجوميا، والقادسية نشط دفاعيا. نيفن، العريان إلى نيفن، برقان، خالد الحاج، دفاع قوي، وإشارة اللعب السلبي واضحة، يقول له باقي لك 2، وإيقاف للوقت، يقول له باقي لك رميت، باقي لك باصين، يعني باقي تمريرتين فقط. هل يصوب نيفن؟ خلينا نشوف. هذه الأولى، نيفن، وحاول الدخول، تنقطع القادسية، سعود جريد، وتاكودا سالمين، عندك بو يابس، يا بو يابس، بو يابس يقول لهم هدي، يحرم القادسية، يحرم القادسية من التعادل، يحرم القادسية. هذا سالمين،
اوه يا سالمين متحسف 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 سالمين، كان هناك فرصة لإحراز التعادل. تعود محمد علي ويسجل برقان، يسجل محمد علي ويعود الأمان قليلا بفارق الهدفين. القادسية سالمين تمرير العطية، تكفى عطني تكفى عطني الفرصة الرائعة والتمريرة الأروع من سالمين. الله 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 يا سالمين، شوف الفرصة من حكام اللقاء وصلت لعطية وسجل، وهذا هدف محمد علي، وهذا الفاس بريك، هذا هدف التعادل كان يا سالمين. لكن بو يابس كانت للكلمة، كانت للكلمة، وضيع لبرقان وضيع من نبن، وتعود القادسية ويهدي بالخبر خالد الحاج، يبي التعادل القادسية، والقادسية وبني قادس وجماهيره يبون التعادل. وهذا الجمهور القدساوي، هذا الجمهور القدساوي عزيز سالمين. ودفاع قوي من حسين الكندري، دفاع قوي من حسين الكندري. ناصر بخضره، خالد الحاج، عزيز سالمين، تكوده تنقطع وتعود لسالمين وما توصل لسعود، وتعود للقادسيه، تعود للقادسية. وفي دقيقتين على محمد مفرح، يقول الحكم وإشارة الحكم محمد دشتي يقول في سحب الفنيلة. خنشوف هذه الفرصة، وعاد خنشوفها. يعني القرار قرار الحكم، وهو الأقرب، هو الأقرب حكم اللقاء محمد دشتي. تعود القادسية، خالد الحاج، تاكودا، يا ابو يابس يا ابو يابس، ثقيل هذا الولد، ثقيل في المرمى، يابس يابس، تنقطع لبرقان، حرام هذا التصدي، تحرمون ابو يابس من الفرحة. والكندري وخارج المرمى، استعجل فيها الكندري والله على مرتين، يتصدى ابو يابس ويحرم القادسيه من التعادل، ويضيع برقان وما يوسع الفارق، وتضيع من الكندري، ويعود القادسيه الان وفرصه للتعادل. هل يحرمهم ابو يابس كعادته وتكون الثالثه ثابته، ولا القادسيه، ولا تاكودا؟ لا تاكودا، تاكودا الياباني، الياباني حط بصمته، الكمبيوتر الياباني، تاكودا والقادسية يسجل التعادل. تاكودا الياباني 20-20، 10 دقائق، ويعود القادسية من بعيد من بعيد، من فارغ الخمس أهداف إلى التعادل. والآن برقان، ايش اللي راح يسوي برقان؟ ايش اللي راح يسوي القادسية؟ شدت المباراة، 20 دقيقة من نار عزيزي المشاهد. العريان، برقان، نيفن، فواز الشمري الى نيفن، الدائره، اوه يا عبد الله، يا عبد الله تو نازل من الدقيقتين، يستلم عبد الله المحمود، شوف تمرير من نيفن، وعبد الله المحمود يسجل، عبد الله المحمود لاعب مميز من الدائره، عبد الله عيسى المحمود، ويتصدى ابو يابس، ويتصدى ابو يابس. عزيز سالمين مو ماشي وياك اليوم عزيزان، هذا سالمين مو ماشي اليوم وياك، يتصدى ابو يابس ويتألق، سكرها والله، سكرها ابو يابس. تعود لبرقان، ما شاء الله لا اله الا الله، عشان المتابعين اللي يشجعون برقان بعد يقولون لي سكيت عين، ربي حفظه، ما شاء الله محمد علي، هذا الحجر محمد علي، والدخول التصويب، ويسجل محمد علي، ويسجل محمد علي، ويعود برقان بفارق الهدفين. القادسية مباراة حلوة والله، فرق 5 برقان، عاد القادسية للتعادل، تقدم الآن برقان بهدفين، مباراة رائعة، مباراة جميلة قد يقدمها لكم
الدوري الكويتي وتلفزيون دولة الكويت الممثلة بقناة ثالثة الرياضية، وجبة متكاملة في كرة اليد لمحبين كرة اليد من جميع أطياف الخليج العرب، حياكم. بس حطوا قناة ثالثة بتلفزيون دولة الكويت واستمتع معنا. هذا الغاتية والعطية والقائم القائم القائم، حتى القائم يحبك يا أبو يابس، متعاطف ما تألقك اليوم. متعاطف مع تألقك القائم يا محمد أبو يابس، نجم فوق العادة محمد أبو يابس، ومو قريبة ولا جديدة عليه. محمد أبو يابس حارس منتخبنا ولا حارس دولي، تعود لبرقان اللي يوسع الفارق، فواز عبد الله الحجرف والتصويب وخارج المرمى يا عبد الله الحجرف. تعود للغاتية فهد كرم، خالد الحاج سريعة، عزيز سالمين، خالد الحاج إلى تاكودا، والله عند الحلول، عند الحلول هذا الياباني سريع سريع سريع. والله أحس أنت أبو يابس يقول شون كذي ما شاء الله، شون شون مر شون مر هذا ما شاء الله عليه، سريع 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 هذا الياباني، سريع هذا الياباني. اليابانيين أعتقد ينولدون سريعين، هم كل شيء عندهم، عندهم زمن السرعة ما شاء الله، زمن السرعة ما شاء الله، لا إله إلا الله. الفارق هدف الآن، كرة مع برقان، فواز الشمري، محمد علي الحجرة، برقان العريان، محاولة الدخول، تمريرة خاطئة، لكن هناك خطأ، خطأ للعريان، خطأ للعريان، خطأ. مباراة شادة بين الفريقين، عبد الله المحمود، العريان، الحجرف، محمد علي، محاول الدخول وما في دفاع قتساوي محكم، محمد العريان محاول الدخول، دفاع قوي من عزيز سالمين، إشارة اللعب السلبي، إشارة اللعب السلبي. عبد الله المحمود، فواز الشمري، الحجرف راح يصوب، راح يصوب، يا كرم، كرم يتصدى، كرم يتصدى، فهد كرم. تعود للقادسية، هل يسجل التعادل ويعود تاكودا، خالد الحاج ويهدي بالخبرة، خالد الحاج بهذه الخبرة، هذا المحترفين اللي يعني هنا تكمن فائدة المحترف وعقلية المحترف. شوف ما استعجل، شاف دفاع برقان كله راجع، قال اهدي وابدي هجمة جديدة. عبد الله العطية، تاكودا، سالمين عزيز، خالد الحاج، يوسف، تاكودا الى عزيز سالمين، عزيز تاكودا والى عزيز للجناح ناصر بوخضرة، والكمباك يا ابو راشد، والكمباك يا ابو خضرة، كان قائم من بداية الموسم وهذه اول دقائقه وهذا اول دخول له. كبير ناصر بو خضرة يعود، والعود أحمد بهدف التعادل رقم 22 22 22. القادسية، برقان، فواز العريان، هذا فواز، دفاع قوي من تاكودا. 16 دقيقة عزيزي المشاهد، باقي 14 دقيقة وتعادل بين الفريقين. محمد علي، الحجرف، حسين الموسوي، ويسجل حسين الموسوي، والله مميز هذا الولد، والله حسين الموسوي مميز ما شاء الله، دخل بخمس كرات سجلهم ما شاء الله من الجناح، خمس كرات بخمس أهداف، عفوا أربع كرات واحدة من الفاست بريك، أربع كرات من الجناح أربع أهداف. ويتقدم برقان الآن ما شاء الله، لا إله إلا الله. عزيز سالمين، خالد الحاج، تاكودا، خطأ للقادسية، خطأ للقادسية، الفارق هدف لبرقان، خالد الحاج، وهدف خالد الحاج، هدف التعادل من زاوية ضيجة، متحسب ويابس لأنه كانت، شوفه 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 شوفه، من الزاوية الضيجة سجلها خالد الحاج،
هدف التعادل. والكرة مع برقان 23-23. برقان مع الكرة. العريان إلى عبد الله الحجرف. فواز الشمري، دفاع قوي من تاكودا على فواز. يلعب 4-2، نزول 2 على الدائرة. محمد علي، هذا حسين الموسوي. فواز، أو فواز خارج المرمى يا فواز، بعيدة. هل يتقدم القادسية؟ تاكودا ويهدي القادسية، ويهدي القادسية. هل يتقدم؟ أول تقدم القادسية في هذا الشوط الثاني. 18 دقيقة، هذا اللي راح نشوفه من هالهجمة، هذا اللي راح نشوفه. خالد الحاج، عزيز سالمين، خالد الحاج، خالد الحاج يوسف يفرح الجماهير القادسية، يفرح الجماهير القدساوية في الملعب وخلف الشاشة وفي كل مكان. وهذا الجماهير القدساوية فرحانة بالتقدم. شوف هذا هدف خالد الحاج، ووقت مستقطع يطلبه المدير الفني السيد سعيد حجازي بعد ما كان متقدم بفارق 5 أهداف. الآن يعود القادسية ويتقدم بفارق هدف. وطبعا أمامك القادسية المنتشي والقادم من الخلف. هذول أمامك حكام لقاء اليوم، محمد دشتي وحمد فيصل، حكام من القاريين. هذا القادسية طبعا، وبوزو، شنو عندك يا بوزو؟ رودج، بوزو رودج، وشنو عندك يا كابتن سعيد حجازي في هال 11 دقيقة ونص القادمة؟ مهمة، مهمة للفريقين. القادسية منتشي بحضور جماهيره وقادم من تأخر بفارق 5 أهداف، والآن هو متقدم. برقان عند الطموح وعند الإمكانيات كي يعود. هذا اللي راح نشوفه بال 11 دقيقة ونص القادمة إن شاء الله. محمد مفرح، برقان، عبد الله الحجرف، متعب المطيري إلى الحجرف، فواز الشمري، حاول الدخول الحجرف، إشارة اللعب السلبي، متعب المطيري، الحجرف، فواز، الحجرف، ويسجل الحجرف، يسجل الحجرف هدف التعادل، يسجل الحجرف هدف التعادل لبرقان. 24-24، والكرة مع القادسية. المباراة لن تحسم إلا في دقائقها الأخيرة، إلا في ثوانيها الأخيرة. القادسية، تاكودا، أوه يا تاكودا، يا تاكودا، أوه يا تاكودا. أبو يابس، معلش يا أبو يابس، معلش يا أبو يابس، ما عليه يا أبو يابس. وهذه الجماهير القدساوية تشجع وتؤازر. والقادسية متقدم بهدف الآن. دقيقة 20 عزيز المشاهد، دقيقة 20 والفار، وباقي 10 دقائق والفارق هدف القادسية. هل يسجل التعادل؟ محمد مفرح، تمرير الدائرة حسين الكنديري، ورميت 7 أمتار صحيحة ورائعة، تمريرة محمد مفرح لحسين الكنديري اللي نازل على الدائرة. شوف محمد مفرح، شوف، الله، حلوة حلوة. حسين الكنديري استلام وإعاقة من عبد الوهاب المزين، رميت 7 أمتار. نيفين البوسني، ولا فهد كرم، نيفين البوسني، ويسجل نيفين، يسجل نيفين
هدف التعادل رقم 25. نيفن البوسني. هذا الكابتن سعيد حجازي يحرص على الدفاع. اوه منو نازل؟ منو نزل في المرمى؟ احمد الفرحان، وما ادراك ما احمد الفرحان. حارس كبير ومميز احمد الفرحان. هذا هو احمد الفرحان من نجوم الموسم اللي طاف. هو دخول خاطئ يا خالد الحاج، واضحه. دخول خاطئ واضح يا خالد الحاج، واضحه وضوح الشمس. انت قاعد تقول عقل الحكام، هاكم اخذوا مثال للدخول الخاطئ. هذا احمد الفرحان، هذا احمد الفرحان، هذا الدخول. شوف شوف اللاعب واقف وانت رايح له دائما. لا يا احمد انت خبره، ولكن حكامنا ما تمشي عليهم. اللاعب طايح تحت الكره وقام ما لمسها ولا غطى عليها. ما فيها شيء، ما فيها شيء. يبي شاقب، يبي شاقب احمد الفرحان، لكن صاحين حكامنا، حكام اللقاء حمد فيصل ومحمد دشتي. متعب المطيري، خطأ لمتعب، خطأ لمتعب، خطأ لمتعب. هل يتقدم برقان؟ عبد الله المحمود، عبد الله عيسى، فواز الشمري، الحجرف للجناح، تنقطع من عبد الوهاب لمزين، ورمية زاوية لبرقان، احنا نفذها محمد مفرح. محمد مفرح سلكندري، نزول اثنين على الدائرة، محمد مفرح وعبد الوهاب المزين يقولوا من إشارة اللعب السلبي، باقي ثلاث تمريرات، هذه واحدة. فواز وخطأ، باقي واحدة، مرة ثنتين صح، الخطأ وتمريرة سلكندري، آخر واحدة شايد فواز، ورمية زاوية أيضا، تمريرة إضافية واحدة فقط، رمية إضافية لأن انتهت رمياتهم. تصويب باص ومتعب، أوه تمريرة، شوف تمريرة مفرح، يا شوف الزاوية الضيقة والتصويب، شوف عين محمد مفرح، شوف 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 التمريرة على طريقة رونالدينيو في كرة القدم، شوف. لكن احنا هني كرة يد، هناك رونالدينيو، هني محمد مفرح. الله الله الله، وهدف متعب المطيري من زاوية ضيجة، ويتقدم برقان بهدف، ودفاع قوي على عزيز سالمين. دقيقة 23 ونص الآن، القادسية توكودا، دفاع قوي من محمد علي، وبرقان اشتغلت ماكينته الدفاعية الآن، ووقت مستقطع شكلها ديزل، اشتغلت في الدقيقة 23 ووقت مستقطع. يطلب المدير الفني الصربي بوزو روديتش لنادي القادسية، وطبعا حكامنا يزينكم يزينكم، إدارة موفقة لحد الآن وهادئة، يعني يستحقون الثناء للأمانة. هناك أخطاء ولكن لا تذكر ولا تؤثر على مجريات اللقاء، والخطأ وارد، بالنهاية هم حكام وبشر، والبشر خطاؤون. وبالنهاية أيضا في عرف كرة اليد وفي عرف الحكام، أفضل الحكام أقلهم أخطاء، وليس يعني ما في مستحيل حكم يطلع من اللقاء من غير أخطاء. سنة من السنين أعزائي المشاهدين، يعني ياي مالفريد كان رئيس اتحاد دولي لكرة اليد، رئيس لجنة الحكام لمدة 15 سنة، ياي هني في محاضرات بالكويت، فتم طرح سؤال عليه، يعني منو أفضل الحكام أداروا نهائيات كأس عالم وانت 15 سنة رئيس اللجنة؟ قال يعني قالوا كم يابوا نسبة، قال أفضل الحكام في نهائي أداروا نهائي كأس عالم كانت نسبتهم 60-66%، يعني نسبة أخطاء 14% 24% أو 34%. فالخطأ وارد. نعود للقاء، خالد الحاج وتصويبه والفرحان وسريعة،
برقان مفرح محمد مفرح قلبي فرح ينفرح ينفرح وفرحهم ينفرح فرحهم يا محمد مفرح وفرح جماهير برقان هذا محمد مفرح فرح جماهير برقان وزعلت جماهير القادسية بهذا الهدف والفارق هدفين يا محمد مفرح وبرقان يعود والقادسية سالمين توكودا الياباني والتصويب والفرحان بالتصدي والفرحان بالتصدي والفرحان بالتصدي آخر خمس دقائق ونص مولعة يا جماعة والله محترق المباراة مباراة قوية نارية والله الأعصاب مشدودة من الفريقين أنا كمعلق لهذا اللقاء أعصابي مشدودة فما بالك الجماهير واللاعبين بالملعب والطاقم الإداري نزول ناصر بخضرة اثنين على الدائرة القادسية خالد الحاج لي بخضرة كورة ترتطم برجل محمد علي صح ما استلمها بخضرة سلامات حسين الكندري حسين الكندري سلامات سلامات راح يبين كل شيء راح يبين كل شيء في في بي في 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 بي اس اتوقع في رجوع حق الفي بي اس رقيب الحكام اللقاء اتوقع راح يرجعون حق الفي بي اس اللقطه اتوقع حصلت مو مع التصديده راح تكون هي بالخارج هذا حكامنا حمد فيصل فرج ومحمد قاسم دشتي راح يرجعون حق الفي بي اس هذه هي اللقطات هذا الكندري خالد الحاج هذا تمريرة خالد الحاج مع التمريرة حاش عينه من غير قصد مع تمريرته هذا خالد الحاج مع التمريرة مو قاصد ولكن مو قاصد مع التمريرة مع التمرير ما فيها شيء قلت لك ما فيها شيء مع التمرير هي الموضوع عزيزي المشاهد مو شافت مو قصد لو كان هو المدافع هي يعني الضرب لما تكون انت مدافع وتضرب المهاجم على الوجه ما فيها من غير قصد يعني تاخذ فيها دقيقتين ولكن نفس هذه الحالة هو مو يعني مرر الكرة في حالة تمرير وكملت ايده على وجه اللاعب من غير قصد فما في الحالة هذه تعتبر يعني حالة عادية وإصابته واستدعاء الطاقم الطبي راح يطلع حسين الكندري ثلاث هجمات لعدم وجود عقوبة على اللاعب بالفريق الآخر نستهل في اللقاء خالد الحاج القادسية توكودا يا توكودا يسجل هدف رقم 26 والفارق هدف لبرقان الآن القادسية يقلص الفارق بسواعد تكود وآخر خمس مو خمس دقائق أعطيك يا بالملي عزيزي المشاهد لأنه تفرق أربع دقائق ونص والفارق هدف لبرقان فواز الشمري وفواز إلى عبدالله الحجرف متعب المطيري إلى الحجرف فواز الشمري محاولة الدخول والتصويب ويتصدى فهد كرم هذا فهد كرم يتصدى هل يسجل قادسية التعادل هذا اللي راح نشوفه الآن عزيز سالمين خالد الحجرف ما في بتونس الحجرف خالد الحاج هذا عزيز سالمين خالد الحاج محاولة الدخول إلى توكودا إلى خالد الحاج والقادسية خالد الحاج والتصويب يا خالد الحاج يسجل ويتعادل القادسية عطني جماهير القادسية شوف يبون اللقاء القادسية ويبون النقطتين القادسية الآن يتشارك مع نادي الكويت بالصدارة من غير ورق خسارة ثلاثة فوز من ثلاث مباريات
يبي هذا الفوز الرابع ومتعب. يا فهد كرم، وكم أنت كريم يا فهد كرم، كم أنت كريم مع القادسية وجماهير القادسية، كم أنت كريم بهذه اللقطة. هذا فهد كرم كريم مع جمهور القادسية ومع لاعبين القادسية بهذا التصدي من الجراح من كرة متعب. هل يسجل التعادل؟ من راح يكون هل يسجل هدف التقدم للقادسية؟ من وجود من الدائرة سالمين خالد الحاج، تفلت الكرة من خالد، تفلت من خالد الحاج رمية مرمى. وابتسامة حلوة، ابتسامة رائعة من حكم اللقاء حمد فيصل وأحمد الفرحان. ويعود برقان ويعود الأمل، طبعا الأمل موجود للفريقين برقان والقادسية. الكرة مع برقان، محمد علي، نيفن، يلا يا نيفن. برقان دفاع قوي من خالد الحاج، عبد الله المحمود، برقان. وآخر دقيقتين، فواز الشمري، محمد علي، محاولة دخول التصويب. أوه يا كرم يا كرم يا كرم، كلك كرم يا فهد كرم، كلك كرم يا فهد كرم. شوف هذا تصويت محمد علي، شالها فهد كرم، شالها فهد كرم. جمهور القادسية يستحقون أن تكون كريم معاهم يا فهد كرم، وأنت كريم يا فهد كرم بهذه التصديات. والقادسية وآخر دقيقة و15 ثانية، هل يتقدم القادسية؟ تعادل 27-27. خالد الحاج القادسية، خالد الحاج، عزيز سالمين للعطية. أوه يا عبد الله العطية، يا عبد الله يا عبد الله العطية، عطاهم هدف التقدم عبد الله العطية، عطاهم هدف التقدم عبد الله العطية. هذه عطية لكم يا جماهير القادسية من عبد الله العطية هذا الهدف. ويتقدم القادسية بهدف في آخر 45 ثانية. برقان، وقت مستقطع، تايم اوت. عطنا الهدف، عطنا هذا هدف. شوف سالمير والتمرير، شوف الاستلام بيد واحدة رغم الإعاقة، يستلم عبد الله العطية ويعطي الفرح والسرور والعطايا الطيبة لجماهير القادسية عبد الله العطية. هذا الهدف، شوف شوف التمرير، شوف الاستلام رغم الإعاقة بإيد واحدة، لا إله إلا الله يا عبد الله، هدف رائع. شوف الاستلام رغم الإعاقة، شوف عبد الله العطية، هدف 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 رائع. وشكرا شكرا الزملاء بالطاولة، وشكرا مخرجنا الرائع والمتألق حبيبي وعزيزي يعقوب بولند، أمسي عليك بالخير. هو وطاقم العمل في السيارة النقل أو خلف الكاميرات هم الجنود المجهولين، لست أنا محمد مدو اللي أوصف لكم هذا اللقاء، أنا فقط أوصف لكم الصوت، ولكن الصورة والإبداع وكل اللي قاعد تشوفونه هم وراء هذا العمل. مخرجنا يعقوب بولند والطاقم الفني كامل خلف الكاميرات ومن يعمل داخل السيارة، أقول لكم شكرا من أعماق قلبي. وآخر 43 ثانية والقادسية متقدم بهدف، وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن سعيد الحجازي لنادي برقان. شنو عندك؟ هل يرجع برقان؟ يعني هذه الهجمة إذا سجل برقان ممكن يعود، ولكن إذا ضاعت مو مستحيلة، صعبة، هذا اللي راح نشوفه. وبرقان الكابتن سعيد عنده الكثير، هذا اللي راح نشوفه في الهجمة. فواز الشمري ونيفن، ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار، والحكم حامد فيصل، خلينا نشوفها. لا واضحة 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 واضحة، داش بينهم، هي ولا فيها داخل، ما فيها دخول، هو داخل ومتحرك. عزيز سالمين متحرك، هذا وجهة نظري، وجهة نظري. ودخول، أوه هذا الأسمر، الأسمر الجميل فهد صلبوخ،
أسد القادسية، أسد أرين القادسية. هذه الكرة صلبوخ ولا نيفن؟ يا صلبوخ يمديك تبني الصلبوخ على مرماك وتحرم نيفن وبرقان، ولا برقان يسجل؟ هذا اللي راح نشوفه. هذا صلبوخ، فهد صلبوخ، فهد صلبوخ ولا نيفن؟ برقان، نيفن، ويسجل نيفن، يسجل نيفن التعادل، وآخر 20 ثانية. هذا هدف نيفن والقادسية، وقت مستقطع، تايم أوت يطلبه المدير الفني بوزو روديتش في آخر 19 ثانية، والتعادل 28-28. الآن 19 ثانية مهمة للقادسية، وشوقي العابد التونسي بالترجمة وبوزو الصربي في التكتيك. القادسية هل يسجل ويفوز؟ أنا أتوقع أن القادسية راح ينهيها بالنهاية، لأن إذا استعجل وسجل ممكن يعود برقان. ولا سعيد حجازي عنده شيء آخر، ولاعبون سعيد حجازي وبرقان يخطفون الكرة من القادسية ويسجلون. هذا اللي راح نشوفه بالتسعة عشر ثانية الأخيرة، هذا اللي راح نشوفه بالتسعة عشر ثانية الأخيرة. خلكم قراب، خلكم قراب. وهذا اللقاء الآن آخر 19 ثانية. هاي الكمبيوتر الياباني، هل عندك شيء يا كمبيوتر؟ هذا اللي راح نشوفه. ولا عند خالد الحاج، ولا الخبرة ناصر أبو خضرة، ولا العطية يكررها؟ هذا اللي راح نشوفه بال19 ثانية. ولا يخطفها برقان ويسجل؟ ممكن، ممكن. وبرقان يلعب دفاع متقدم 3-3 أو لا 4-2، 4-2، لا رجع رجع رجع. خالد الحاج راح يصوب بالنهاية. خالد الحاج، عزيز سالمين، عزيز سالمين، واخذ ثواني. خالد الحاج، خالد الحاج، تاكودة للجناح عبد الوهاب مزين. اوه يا 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 المزين، يا المزين، يا المزين. وعندك الزين، وعندك الزين يا عبد الوهاب، عبد الوهاب المزين يزين الموضوع ويسجل الهدف. زين على زين يا المزين، هدف عبد الوهاب المزين، زين على زين بالثانية الأخيرة. الله 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 على اللقاء، الله على القادسية. شوف الهدف، شوف 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 شوف، يا 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 يا، وهدف، واحتسب الهدف، احتسب الهدف. وهذه الجماهير القادسية، ونقول مبروك 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 للقادسية، مبروك لجماهير القادسية. وهارد لك يا برقان، أب والله على هذا الأداء أقول لكم مبروك يا برقان، أقول لكم مبروك على هذا الأداء. ولكن في هذا اللقاء أقول لكم هارد لك هذه الخسارة، مبروك القادسية. والآن القادسية متصدر مؤقتا حتى أن يلعب الكويت، إلا أن يلعب زايد مباراة عن نادي الكويت. مبروك القادسية، هارد لك برقان. لعبة كانت ومباراة رائعة استمتعنا فيها أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين أرجع معاكم الآن إلى الاستديو التحليلي مع الزميل عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن الكبير عباس طه وأخوي العزيز خالد حسين، وكل أمل أن ألتقي معاكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. وتقبلوا تحياتي، كان معكم محمد يوسف مدو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك المايك عزيزي الغالي جدا عبد الله حسين، تفضل.